بعظمة لسانه. الكاسات المسروقة واعترافات السارق. طبعا الكاسات المسروقة اليومين دول اكيد انتم متابعينها في قضية اتحاد الكورة، ولما اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم قالت انها اكتشفت اختفاء بعض الكاسات اللي منتخبات مصر احرزتها عبر البطولات المختلفة، وده اللي استدعى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحالة الامر كله للنيابة العامة للتحقيق فيه. لكن كمان الاهلي عنده كاسات مسروقة، وانتوا بتستكتروا على الاهلي بطولاته، وانتوا بتحاولوا تفاصلوا مع الاهلي في لقب تاريخي لنادي القرن. تعالوا نتحاسب على 5 كاسات مسروقة، 5 كاسات مسروقة سرقة علنية، وبدايتها كانت اعترافات احد السارقين. انرامو لاعب الترجي التونسي، لو تفتكروا حضراتكم المباراة الشهيرة جدا للاهلي مع الترجي، صاحب اكبر او اشهر او ابرز لقطة في دمج الكرة الطائرة بكرة القدم. لعبة جديدة استحدثها انرامو، لعب ليبرو كرة طايرة، لعب ليبرو طايرة في شبكة الاهلي. ايد رامو، فاكرين انتوا طبعا ايد رامو على امتدادها، وازاي قدر يسجل للترجي هدف يفوز بيه على النادي الاهلي في بطولة 2010. النتيجة انه انرامو في حوار له مع موقع فوت 24 التونسي قالوا له انت سجلت الهدف بايدك، فضحك جدا وقال لهم لا بالراس، يعني انتوا فاكرين انها كده ممكن تنفع براسي، في اشاره واضحه وصريحه منه الى انه المساله مش محتاجه. طب ليه ده حصل؟ الراجل ما بيتكلمش، بس كانت فرصه نفكر حضراتكم. لا ازاي؟ قال انا توقعت الحكم هيقول حاجه، مش هيحسبها، فوجئت بيه بيحسبها ففرحت. كانت غريبه جدا، وقال الاهلي فريق كبير، لكن ده كان قرار الحكم اللي احتسب هذا الهدف اللي مفكر حضراتكم بيه. بالراس يعني ودهاد. Yeah, it was a good game against Ali, because in the match Ali we play 2-1, they scored the first goal with the hand also. With the hand, yeah, 2-1 we lost. You know, Ali, they have a very good team at that time. They had a very good team. So match return, Arades. Yeah, we know it's going to be a hard game for us to win. But alhamdulillah, Corby have a nice cross the ball. Then I have no option. The ball is like 10 meters to me. I have to fly. But with the head, huh? Not with the hands. Oh, yeah, with Barras, Adekabonto. How then, alhamdulillah, I tried to touch the ball, but my head with my hand, we are all together. But the ball touches my hand, and but I was thinking the referee will see it. When I turned back, I see the referee was like, go, yeah, alhamdulillah. That is how we win the game in the Champions League semifinals. الكلام اللي قاله الرجل ده بيذكرني بجون مارادونا في كاس العالم في انجلترا. وده بيوصلك لنقطه، هذه النوعيه من اللاعبين التي تعتقد انها يعني بذكائها حققت مكسب هي الأسوأ كنموذج. يعني ولسه بيقول لك الحمد لله. فهو حتى مارادونا قال ايه؟ يد الله، يد الله، يعني استغفر الله العظيم، يعني وصل به العبث، التمادي في المكابره. ولكن ده بص، دي مارادونا كان بيخبي ايده في دماغه. بص يا جماعه، انما ده طار. بص بقى الطير، بص اللي بتتكلموا على الاهلي والحكام. الكره عدت دماغه، بيقول لك لعبتها بدماغي وبايدي، عدت دماغه، طير طير طير. بص ما لمسهاش ولا جت ناحيه دماغه. بص اللي بتتكلموا على الاهلي والتحكيم وافريقيا ونادي القرن. يعني الكره عدت، الكره عدت. اتفضل، ادي بطوله بكره اليد. فولي. ماذا لو كان الفار؟ ده واحد من الكاسات اللي اتسرقت من الاهلي بفعل تحكيمي واضح وصريح واعترافات السارق. انت خلي بالك الجون ده باطل بخطأ.
خطأ مزدوج، لأن الضربة الركنية ما هيش ركنية أصلاً. اللي اترفعت واضحة جداً مين اللي لعبها. اللاعب الترجي هو اللي لعبها. يعني الحكم اللي عنده استعداد هو بيجهز بيجهز يخلص الماتش، مش هيفرق معاه كورنر. وعشان كده عدالة السماء، الله يرحمك يا كابتن محمود أبو بكر، عدالة السماء تنزل على الكاف فيتقرر شطب هذا الحكم الفاسد جورج لامبتي الغاني، شطبه واعتقل في بلاده بسبب ما تورط فيه من وقائع رشا لاحقة. تم شطب فيفا، يعلن شطب الحكم الغاني لامبتي صاحب فضيحة إنرامو. طيب هل كان كاس 2010 فقط الكاس المسروقة من دولاب بطولات الأهلي واعترافات السارق إنرامو أو إيد رامو؟ لا، أنا قلت لكم خمس كاسات على الأقل اللي ثابت عليها دليل السرقة. لا أكثر من خمسة اللي ثابت عليها الدليل في الفاينل، خمس كاسات هنقولها لكم. إنرامو، طيب 82 انتوا عارفين الأهلي كان خد بطولة أفريقيا، 83 بيلعب الفاينل المكرر مع كوتوكو. محمد حمزة للحكم المغربي بيلغي أو بيحتسب هدف لكوتوكو نموذج في التسلل، لدرجة أنه الحامل الراية بتاعه رشيد مجيبة اعترف بعد كده، قال لك أنا رفعت له الراية، قال لي نزل رايتك. برغم وضوحها اللي هتشوفوه حضراتكم في اللقطة ديت أهي، لو من بدايتها هتتأكدوا. لا من بدايتها واضحة جدا، بمتر يمكن في لو من البداية خالص. ارجع 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 ايوه ارجع اهو. بس بصوا بصوا لحظه التمرير، الراجل اوفسايد فدانه اهو واتلعبت له وراح، يعني اي حد هيرفع الرايه عليها. اترفعت الرايه قال له نزلها، وصمم حنظل انه يخليها حنظل ويحرم الاهلي من لقب في نهايه 83. ده يمكن بعديها زميلنا العزيز عبد المنعم القسطى كان في المغرب مرافق لبعثة الأهلي، فقابل رشيد مجيبة كان مراقب لمباراة أفريقية للأهلي، قال لك أنا بيحكي الواقعة ونشرت وقتها أنه الحكم الجزائري بيكشف سر خسارة الأهلي في نهائي أفريقيا 83 أمام كوتوكو، وبيعترف المساعد الجزائري انه رفع الرايه وانه قال لحنظل على الاوفسايد، قال له نزل الرايه، وكان وقتها القانون حامل الرايه رايه استشاري مش ملزم. فضاع من الاهلي باعتراف حامل الرايه، يعني احنا قلنا لكم ديت اعتراف جورج اعتراف انرامو واعتقال وشطب الحكم جورج لامبتي. لامبتي دي كانت متابلة بتاع السوبر من لامبتي لحنظل اللي جاي اسوأ. متابلة بتروس متابلة صاحب الكاس الثالثة، ثالث عملية كاس تؤخذ من دولاب بطولات الاهلي، والسارق يتم شطبه واعتقاله. في جريمة ثانية، بس الجرائم لا تنفصل والحرامي واحد مستمر متابلة لغاية لما تم اكتشافه وضبطه في بلاده وتم شطبه واعتقاله. بتروس متابلة في يعني يناير 94 فيها طرد مباشر. بصوا دي. بصوا ايمانويل امونيكي في الدخلة اللي داخلها خده مقص زي ما بيقول، اتفضل مقص حرامية. بص الحكم فين، بص الحكم بتروس متابلة كان فين. طيب يجي فاول، الفاول للنادي الاهلي اهو، الفاول للنادي الاهلي، وقع محمد يوسف واشرف يوسف، الحكم حسب الفاول للنادي الاهلي. بصوا الحكم المتابلي عشان تشوفوا ان هو بعد كام سنه يستحق الشطب والحبس والتنكيل بيه ولا لا. قال ايه راح لللاين مان، طب في ايه ده انت حاسب الفاول للنادي الاهلي، ده كان في وسط اللعبه وتحت عينك. وده ايمانويل اللي قبليها انت متغاضي له عن كارثه، اللي تغاضى عن كارثه ايمانويل شاف محمد يوسف
وقع هو واشرف يوسف راح ناديه له وطارد محمد يوسف. على فكره اللقطه دي تحديدا سبب انسحاب الاهلي من بطولات افريقيا وغضب الكابتن صالح بعدين، انه شاف ان الامور فعلا ما عادش فيها عداله كافيه. دي كانت مباراه تفجير الغضب، انه مش بهذا الشكل. والاحداث بعد كده تثبت ان الاهلي كان عنده حق في صرخه الشعور بهذا الظلم، لهذا التجاوز القانوني الفادح جدا، ويتم اعتقال وشاط بمتابلة الحكم الفاسد. الكابتن محمد يوسف كان ضيف مع الكابتن احمد شوبير، حكى واقعة بتروس متابلة، نسمعه. كان لما تبلى الجنوب افريقي وكانت حاجه بينك وبين اشرف يوسف اللي حصل ان كان في فاول ليا اشرف يوسف عمل معايا الفاول فاول ليا، فاللي حصل ان اشرف يوسف زي ما تقول يعني استفزني او مسكني ماسكه انت زقيته كده فانا خبطت ايده وايدك ما جاتش على وش ايده ليه؟ هو مسكني ماسكه ذكيه جدا هو مسكني من زوري قال يعني بيطبطب عليا بس فانا مع الهوا فخبطت ايده قلت له اوعى ايدك فراح واقع اللاين مان الله اعلم قال ايه لقيت الراجل ايه قال لي جو انسايد اند تيك شاور قبل ما اطلع الكارت قال لي جو انسايد اند تيك شاور خش جوه وخد دش فانا ايه انا حتى لو رحت لافف خلاص هتعمل ايه بعدين من قبل ما اطلع الكارت كان لسه قبل ما اطلع الكارت ما هو ممكن يطلع كارت اصفر بس جو انسايد تيك شاور يعني خلاص فانا اول واحد عرف قبل ما اي حد يعرف ان انا هاخد كارت احمر وانت عارف الانجليزي كويس اصلا كمان يعني المهم الكره دي ما كانتش سهل خالص طارق تلكي ما شغل التلاكيك والناس بقى تحسب بطولات ما بتحسبش البطولات اللي راحت على الاهلي بس بتحسب البطولات اللي استفادت هي منها كل دي وكل حكم يعني عمل خطا مع النادي الاهلي بهذه الفداحه لم يفلت الا العرجون لان كان اخر ماتش له صحيح لكن الباقي كله اتحاسب واتشطب واتحاكم واتسجن طيب متابيلا بتاع تيكا شاور قال عنه الاستاذ ابراهيم حجازي وقتها في مقالة مهمة وكاشفها في أهرام الجمعة يا كابتن الحكم وصلوا له دي كانت مقالة الأستاذ إبراهيم حجازي الكاشفها حينها بعدها بكام سنة اعتقال متابيلا كان هيحكم مباراة للسودان وليبيا لكن تم ضبطه في وقائع فساد في بلاده تم اعتقاله تم شطبه تم تطهير الملاعب من هذا المتابيلا زي جورج لامبتي اللي قبله في واقعة مماثله وحنظل وهكذا بس إيه جورج لامبتي بعده بعد يعني في الثلاث كاسات ورا بعض الكاس الرابعه العرجون وما ادراك ما العرجون اللي هي التحكيم الافريقي فيها قلنا على فكرة عاد كالعرجون القديم على فكره في ماتش الذهاب في خطا اوقف بركات وهو يستحق ضربه جزاء واداله انذار وحرمنا منه ما تسبقش ما تستعجلش في مباراة الذهاب كان الحكم رافائيل ديفن الكاميروني الأهلي ضربة جزاء واضحة جدا لمحمد بركات هتشوفوها لأنه التوجه كان بادئ من مباراة الذهاب إزاي تمنع الأهلي من التتويج بهذه البطولة هتشوفوا حضراتكم زي ما انتوا شايفين بركات منفرد ضربة جزاء أهي بص رقص وراح له على السبت اتفرج ادي الشده مش بس ان انت ما بتحسبش ضربه جزاء ده بركات انذار عشان يغيبوا عن ماتش العوده ضربه مزدوجه عشان تشوفوا الناس متفاهمه ومتفطمه كويس عارف مين اللي الانذار يعوره من ماتش العوده في اعاده للقطه دي هتشوفوها الفانيلا وهي مشدوده بايد المدافع التونسي اهي اهي ادي بركات طيب رقص وراح لو ما اعيقش ايه اللي هيمنعه انه يروح يشوط ده جون يعني هو رقص وعدى هتتعدى الوقت تاني في لقطه هتشوفوه وهو بيتشد والشده باينه اهي 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 بركات عدى والكره قدامه ما عندوش حاجه تمنعه اتفضلوا شايفين الشده من الشرطة اهو لكن الحكم الكاميروني كان متفطم كويس قوي
ازاي تمنع الاهلي؟ بدايه تنفيذ المخطط. انت كسبان 2005، كسبان 2006، أيوه. وبتلعب لو اداك ضربه الجزاء هتكسب 2007. اه فراح واقف لك احسن لعيب وقتها، كان في حالته واخد احسن لعيب سنتها، كمان خد احسن لعيب. وحرمك منه بدل ما يديله يعني بدل ما يديك ضرب جزاء حرمك منه في ماتش العوده. ماتش العوده بقى حدث ولا حرج. مذبحه العرجون، اعتقد هتشوفوا ضربتين جزاء نموذج ازاي تكون حكم غير عادل، وازاي تتغاضى عن الخطا مهما كان واضح. واحده لابو تريكه وواحده لشديد قناوي مع هذا الحكم الذي اعاد التحكيم الافريقي الى العرجون القديم. اهو حد يقول، حد مش اهلاوي يقول ازاي دي مش ضربه جزاء؟ ها ازاي دي مش ضربه جزاء؟ ده في زاويه تانية اوضح، يعني علشان الاهلي يخسر اللقب ويتسرق منه الكاس الرابع من دولابه لانه اهي فضله. ها مباراه طرد فيها عماد النحاس واتحرم الاهلي من ضربتين جزاء فضله شديد قناوي، حادث دهس، عمليه دهس بجد. كان ساعتها 1-1 النتيجه. اه هتتعاد بتاعه شديد قناوي غير طبيعيه بالمره وقدام الحكم. يعني بص مش عارف ازاي لما يبقى قدام منه الدفع بهذا الشكل ما يتحسبش. اهي ها بصوا الايدين والرجلين والحادث كله جوه الخط اهو، ها وما تتحسبش. ده فيها طرد وفيها انذار وفيها كل حاجه، يعني فيها كل حاجه. لكن تم حرمان الاهلي باللقب 2007، والكابتن جمال الغندور اعتقد لو تفتكروا قال بعد كده في تصريحات له ان هو قابل عبد الرحيم العرجون قال له انت ايه اللي عملته ده ازاي كده؟ قال له جمهور الاهلي كان بيشتمني من البدايه، وكان ده مبرر. جمهور يتجاوز في حقك من وجهه نظرك، ده يديك مبرر ان انت تكون ظالم بهذا الشكل. بالظبط. الكاس الخامسه اللي اتسرقت من دولاب بطولات الاهلي، مش بس بطولات اتحاد الكوره، من بطولات النادي الاهلي، من الدولاب بتاعه، كاس 2011. ضربة او هدف تسلل للترجي حرم الاهلي من بطولة 2011. الاهلي كان محتاج لتحقيق الفوز للتأهل، الحكم السنغالي مالانج ديديهو احتسب هدف لبنانا لاعب الترجي من تسلل واضح جدا عشان يطيح بالاهلي من البطولة. لو تفتكروا هذا التسلل لمباراة الاهلي والترجي. خمس كاسات، اعترافات، لا لا سجن، انت بتقول لحد 2011 جرايم. استاذ ابراهيم ده في بطولتين 2017 قدام الوداد، في عارف مروان محسن لو اتحسب له الجولين دول كان زبانه عند جمهور الاهلي حاجه تانية، ايقونه، لانه جولين اتلغوا بتسللات وهميه حرموا النادي الاهلي من البطوله. هنجيبها لهم المره الجايه. طيب ده ما يخص الاهلي، ومع كل هذا التحامل وكل الظلم اللي حصل الناس لسه بتتكلم على التحكيم والاهلي وافريقيا والكلام ده كله، والمقارنه دايما لحتى بين الاهلي والزمالك اللي هي الحقيقه انا شايف ان هي مقارنه مستفزه قوي ودايما بيدفع بيها بدون مبرر من المحللين، من النقاد، من الخبراء، حتى من المعلقين. واحد عايز يشيد بالاهلي فمحرج انه يشيد بالاهلي بس، يقول لك وفي الزمالك كمان. عايز ينتقد الاهلي يقول كلمتين على الاهلي ويروح منتقد الزمالك، عشان يعني في الحالتين برغم انه ممكن الاهلي يكون هو لوحده اللي يستحق المدح، عامل حاجه كويسه، او الاهلي لوحده هو اللي يستحق اللوم، عامل حاجه غلط. ليه في الحالتين احنا مستخبيين ورا جمله النفاق العام؟ بطاقه التموين، لو اديت كلمه حلوه للاهلي لازم ادي كلمه حلوه للزمالك، بالرغم ان ممكن واحد فيهم ما يكونش مستحق الكلمه، او العكس. عايز الوم الزمالك فمش عايز ابان ان انا متحامل على الزمالك، اروح لايم الاهلي برغم ان الاهلي قد لا يستحق اللوم او الزمالك لا يستحق اللوم. فقط عاده اعلاميه مصريه لاحداث التوازن الوهمي
احداث توازن بيكون على حساب الحقيقه. يعني هتسمعوا حد يقول لك الاهلي عمل انجاز كويس السنه دي وفاز بالدوري، والزمالك برضه مفيش مشكله، يعني الاهلي فاز بالدوري وعمل انجاز كبير والزمالك برضه، مع انه البطوله بياخدها ببطل واحد او فريق واحد، لكن هو الحرص دايما وابدا على هذا التوازن الوهمي اللي كان حاضر في حلقه كانت ضيوف فيها الزميلين محمود صبري وعمرو الدردير في قناه ام بي سي. نشوفها. باتشيكو باتشيكو انا شايف انه مدرب اختيار جيد جدا بعد ما هرب. لا خلاص دي نقطه سوداء ما اقدرش انا تم اتعمل سوفت وير جديد. لا والله لا خلاص فيش هروب. لا ده راجل محترم. تمام. هو راجل فعلا محترم صح. مدرب على مستوى عالي فنيا. اذا كان موضوع الهروب لا نقطه سوداء وما اقدرش اتكلم فيها دي حقيقه، ودي نقطه سوداء في تاريخه، وهي دي الـ 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 النقطه السوداء الوحيده في الموضوع كله، هروب باتشيكو وعودته تاني. تمام. لكن باتشيكو كمدرب اختياره كان اختيار سليم جدا، انا شايف ان هو افضل حد في الناس اللي كنت هتختارهم في الفتره الاخيره مع جلوسه 3 سنين ونص ما بيدربش. لا عادي بص عادي. اي مدرب ما هو فايلر ده كان قاعد في البيت سنتين قبل ما يجي. ما اعتقدش كان بيدرب. انا اقول لك يعني اقصد كان الموضوع مش في انه قاعد المدرب ممكن يعني بيخليك في الزمالك انت ليه جايب على فايلر يعني اسالك سؤال يا زهر، ليه دايما مثلا الزمالك كان موفق في التعامل مع القضيه بتاعته والنادي الاهلي غير موفق؟ خلي الموضوع ماشي، الزمالك يا عم على راسنا وعلى عيننا احسن نادي ده. تضيع الكره المصريه لازم تضيع الكره المصريه ايه بس يا استاذ؟ لابد ان نقول ده ونقول ده. يعني انت ما بتتكلمش على الزمالك يا استاذ محمود؟ ما بتتكلمش على الزمالك خالص؟ يا ريس انا لو اتكلمت على الزمالك هتكلم على الزمالك بس انا ما حبيبش نروح في حته المقارنات. لا مش عايزين مقارنات، مش عاوز انا مقارنات. يعني عاوز اقول لك على حاجه، هل النادي الاهلي تعامله في كل مشاكله يعني في مشكله فايلر اللي احنا فيها دي هو طلع حد اتكلم؟ شفت عماد مجزر ما حدش اتكلم رئيس النادي قال عمل مداخله تلفزيونيه وقال يا جماعه ان انا هعمل كذا كذا. لا في سيستم معمول بعض الناس متضايقه من الكلام ده. طيب انا مش من الصالحين اظهار انه في طرف عبقري وعمل الاخراج اللي ملوش حل والنادي الثاني مش عارف. يا حبيبي لا مش كده اصلا. والله يعني هو بياكدوا الكلام اللي انت كنت بتقوله من شويه. كل ما يسالوا على الزمالك يقول لك باتشيكو كان قاعد 3 سنين، يقول لك طب ما فايلر كان قاعد. فايلر كان قاعد 3 سنين. طيب وبعدين؟ وفايلر يعني ما كانش قاعد، يعني فايلر لما جه للاهلي كان 6 شهور قبلها كسبان دوري مع اندرلخت البلجيكي. ايا كان هي الفكره ده ملوش علاقه بده، بس الحرص دايما وابدا على هتحط تدي ده التوازن الوهمي تدي ده ازازه تدي التاني. عموما احنا هنطلع فاصل ونكمل لان فيديوهات كتيره هتوضح الكلام ده.